عبر التاريخ والأزمان قصص وحكايات من مختلف البلدان والحضارات توارثتها الأجيال وتروجها شعوب العالم على أنها حقيقة. آخرون يعتبرونها ضربا من الخيال والخرافات، وفي عصرنا الحديث هناك من يصدقها ويعتبر اللعنة عقابا بديلا عن القانون، وحتى عالم الرياضة لا يخلو من هذه الكلمة وأبسطها لعنة الإصابة. وفي أرض الفراعنة وبحسب مؤرخين لم تكن اللعنات لدى المصريين القدماء نابعة عن حقد، بل كانت وسيلة دفاعية. فهم اعتقدوا أن الجسد والروح متلازمان، وأن الجسد يجب ألا يبلى لكي لا تفنى الروح. لهذا السبب أحاطوا مراقدهم ومدافنهم بمختلف عبارات اللعن والتخويف من المصير المظلم لكل من تطوع له نفسه الاقتراب من الموتى. سمر بشات خاضت تجربة للكشف عن سر وحقيقة لعنة الفراعنة. بحثت من داخل أشهر مواقع اللعنات الأسطورية والتاريخية قبر الملك توت عنخ آمون. المزيد في هذا التقرير نتابع. لعنة الفراعنة، العالم الغامض عند قدماء المصريين، أهي حقيقة أم أسطورة؟ نصوص كتبت على جدران المقابر لمنع اللصوص يعتقد أنها تسببت في أحداث مأساوية لمكتشفيها. أسرار وقصص عن عالم السحر وما يعرف بلعنة الفراعنة دفنت مع أصحابها منذ آلاف السنين، أثارت فضول العلماء، انبهر بها الإعلام، وتناولتها السينما المصرية والعالمية. دفعنا الفضول للبحث في أصل هذه الحكاية وحقيقتها، فذهبنا لنمسك ببداية الخيط مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك بمدينة الأقصر. أشهر تلك الأساطير كانت هنا مع فتح مقبرة توت عنخ آمون القرن الماضي، أحداث غامضة طالت أفراد البعثة، ما حير العالم لسنوات طويلة. فلنكتشف حكاية هذه المقبرة وسر هذا اللغز. ففي عام 1922 عثر عالم الآثار البريطاني هاورد كارتر على أكبر كشف أثري حتى ذلك الوقت، مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون، أول مقبرة تكتشف كاملة لم تصل إليها أيادي لصوص المقابر. وبعد ستة أشهر من اكتشاف المقبرة توفي ممول الكشف اللورد كارنافون في مصر متأثراً بلدغة بعوضة. جاء واحد ألماني كتب وقال أن اللورد كارنافون وهو داخل فندق شبرد في القاهرة وروحه بتطلع، حاجتين حصلوا، النور بيطفي ويعلى، وقام الكلب بتاعه في نفس الوقت مات في قلعته في انجلترا. طبعا بص في الكلام، هتلاقي سنة 22 الكهرباء في مصر بتطفي وتعلى على طول. نمرة 2، ازاي لورد كارنافون في الوقت ده ما مات؟ اتصلوا بلندن، ده عشان تطلبي لندن في الوقت ده ممكن تقعدي اسبوع او شهر على ما يردوا عليكي. وفي السنوات القليلة التالية للكشف توفي عدد من الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمقبرة، ومنهم عالم مصريات كان يعمل مع كارتر مات قبل إنهاء عمله، ما عزز من الاعتقاد بوجود لعنة حقيقية. ليه حصلت لعنة الفراعنة؟ لأن كارنافون اللي هو ممول هذه المقبرة إدى الحق الحصري لنشر الأخبار عن هذا الاكتشاف العظيم لجورنال إنجليزي واحد اللي هو التايمز البريطانية، فده خلى كل الصحفيين التانيين سواء من انجلترا او خارجها يفتعلوا قصص عن لعنه الفراعنه، وده اللي خلى هذا الترم وهذا المصطلح مامس كيرس يظهر منذ ذلك الحين. ومنذ ذلك الحين اطلقت عباره لعنه الفراعنه على عده احداث غامضه وايضا اساطير، ومنها وجود مومياء على متن سفينه تايتانيك قبل غرقها في بدايات القرن الماضي. واحد خبير أمريكاني غني جايب موميا، فكان هيجيبها على الباخرة، فبدل ما يجيبها على الباخرة اداها هدية إلى المتحف، فالموميا لم ما طرحتش على الباخرة إطلاقا. ما
مقبرة بيتيتي تقع بالقرب من أهرامات الجيزة، وهي إحدى مقابر العمال بناة الأهرامات. على جدران هذه المقبرة كتبت نصوص تحذيرية تحذر كل من يعبث بالمقبرة أو صاحبها. المصري القديم لما كان بيصيب نص اسمه نص اللعنة على المقبرة، نطلع على مقبرة بيقول اسمعوا أيها الناس، إنني لم أفعل شيئا سيئا في حياتي، وكل ما فعلته كان صحيحا، ولذلك أحبتني الآلهة، وكل من هيمس مقبرتي هتاكلوا التماسيح وفرس النهر والأسود. اعتقاد الفراعنة في البعث والخلود وإيمانهم الشديد بأن المتوفى سيحيا من جديد ليعيش حياة أبدية كان سبباً في استخدامهم للسحر ونصوص اللعنة، وإن كان معظم علماء الآثار ينفون وجود تأثير لها. ما هي حقيقة لعنة الفراعنة؟ لو قفلت الأوضة دي اللي احنا فيها 3000 سنة جوه هذه الحجرة موميا أو مواد عدوية بتطلع جراثيم غير مرئية، الموميا كلها حاجات تتعفن بتطلع جراثيم، علماء الآثار زمان يقوموا داخلين بسرعة الجراثيم تقرصهم يموتوا. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بقوم فاتح المقبرة يوم أو ساعتين أو ثلاثة لما الهواء الفاسق يطلع والهواء النقي يدخل، ومفيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة إطلاقا. سمر بشات للصباح العربية من القاهرة. أنا بدي أحكي لكم سر على سيرة لعنة الفراعنة، إنه سهام العزيزة قليل لتنزل صور على السوشيال ميديا، فأنت إذا بتنزلي صورة أكيد رح نتذكرها. تمام. بس أنا متذكرة إنه أنت من سنة تقريباً أو من سنتين. صح. من سنتين للدقة. نزلتي صورة باب يعني قبر بالأهرامات. هل انت بتعتقدي انه في لعنه حلت عليك هسه؟ انت شوفي انت اللي تقولي لي، بس انا بحيي زميلتنا الجميله ريمبو قمره كانت معايا وهي اللي اصرت ننزل. على فكره كان السلم لتنزلي تحت بالهرم للقبر تحت اوكي، يعني المساحه ضيقه جدا وتحت الاكسجين ما في، يعني كنا بنعاني. بس لعنه ما لعنه والله الله لا الله اعلم. بس انا كمان بدي اقول لك على سيره اللعنات، انا من حيي سمر بشات على التقرير، فعلا تقرير رائع ومعمول بإحكام وموضوع جداً جميل. أيه. يعني ما زالت لعنة الفراعنة تحير العلماء حتى الآن. بس أنا قلت أسألك من تجربة، لأنه مرات بالتجارب تتأكد هذه اللعنة. تجربة جميلة فيها فضول. السنتين كانوا حلوين عليك بس ما حدا خبرني باللعنة لما قطعوا. حلوين السنتين عليكي، كانت سنتين جميلة. طيب على كل حال عصيرة اللعنات نكمل بهاي الأخبار. فلا يهم إن كنت تصدق اللعنات أو لا، سمعتي، لا يهم إن كنت تصدقين اللعنات أو لا، أو حتى تعتبريها أفكاراً في عالم ما وراء الطبيعة، في النهاية أصبحت قصصاً توارثتها الشعوب والأجيال، ومن أشهرها بخلاف لعنة الفراعنة الشهيرة هناك لعبة تيمور لانك. لعنت يا نادين، لعنت زعمت الأساطير أن كل من يمس قبره بسوء تلاحقه اللعنة. وش لعبة؟ شفتي كيف بحول اللعنات إلى فرح ولعبة؟ وعندما فتحه علماء الآثار السوفيت بأمر من ستالين نفسه لنقله إلى موسكو، بدأ الألمان عملية بارباروسا الشهيرة، وتكبد الروس خلالها خسائر هائلة. هاي لعنة. في عام 1973 إلى لعنة أخرى، فتح فريق أثري مقبرة الملك البولندي كازيمير الرابع، بعدها مات بعض أعضاء الفريق تباعاً بعد فترة وجيزة، ليكتشف الخبراء آثار فطريات قاتلة داخل المقبرة سببت أمراضاً لدى استنشاقها. لعنة الماسة الأمل، ويقال إنها حملت لعنة تمثال إلهة هندوسية. يقال أيضاً أن صائغ المجوهرات الفرنسي بيير كارتييه اختلق هذه القصة لرفع قيمتها. لعنة مكبث، وهي من خرافات في عالم المسرح، هي مرتبطة بالمأساة التي حلت تاريخياً بإنتاج المسرحية. ولعنة الماعز مورفي في فريق شيكاغو، تسمى ذلك نسبة للشخص منع من دخول ملعب ومعه معيزه مورفي، وظل الفريق يخسر بطولات متلاحقة.